صار أزمة بين اللاعبين، هل عقد شيكابالا هو السبب وراء هذا المستوى اللي ظهر بيه فريق نادي الزمالك أمام نادي إنبي؟ معنا المستشار أحمد جلال إبراهيم، هنعرف منه كل التفصيلات. مع المستشار أحمد جلال اللي بنرحب بيك على تلفزيون الحياة، كل سنة وأنت طيب. عايزين نعرف بقى منك آخر أخبار فريق الكورة في نادي الزمالك. نادي الزمالك ابتدى الدوري كويس، لكن حصلت انكسارة في ماتش إنبي كلنا لازم نعترف بيها، 3-1 خسارة كبيرة لنادي الزمالك في ماتش، واللي جاي أصعب. الحمد لله كان عندنا توقف عن الدوري، والحمد لله ان الجهاز الفني قعد مستقر وعمل اكتر من ماتش ودي ويستعد كويس الدوري، اللي كلنا عاملين له الف اعتبار، وكلنا وكمجلس اداره كنا في حتى في الجلسه الاخيره كلنا يعني كلنا ايد واحده مع بعض، والفكره الاساسيه عندنا ننهي اي مواضيع واي حاجات ممكن تكون اثرت الراي العام. دلوقتي احنا كل مشكلتنا ان احنا نفكر ازاي نأيد فريق كره القدم، وازاي كلنا نقف وراه لغايه ما نقدر نمشي ماتش والتاني عشان نقدر ننافس على البطوله، وان كان رغبتنا في الحصول على البطوله. عشان كده برضو احنا رامين مسؤوليه جامده على كابتن حازم امام وكابتن ابراهيم يوسف، دايما يقعدوا مع الجهاز ودايما يقولوا لنا الصوره واحتياجات الفرقه في الفتره الجايه، بنحاول نلبي على قد ما نقدر احتياجات نادي فريق كره القدم الزمالك واقتراحات الجهاز الفني. عندنا امل في ان شاء الله ان الماتشات الجايه تبقى على احسن مستوى، ونقدر يبقى الفوز حليفنا ان شاء الله في الماتشات الجايه. ماتش انبي ده ماتش اتغير مره واحده، يعني احنا كنا جايبين الجول الاولاني وكان شفت اللعيبه عامله ازاي، يعني الفرحه كانت موجوده، فرحه الفوز كانت موجوده، ولكن طبعا سوء بعض اللاعبين او انحدار المستوى حصل ان فرقه انبي فاقت في الشوط الثاني، ده اللي رجع ان احنا ننهزم في الماتش ده. لسه احنا وافقنا مبدئيا على التعاقد مع شيكابالا، في كانت فوضات مع الاستاذ عمرو الجناني مع شيكابالا الفتره اللي فاتت، ولكن مجلس الاداره برضه خدنا قرار ان احنا بنوافق مبدئيا على التعاقد معاه، ولكن تكليف الكابتن حازم امام بجلوس مع شيكابالا الفتره الجايه عشان بعض تفاصيل العقد لازم يبقى لنا حدود في مواضيع الفلوس. يعني المبلغ ساعات المستشار لسه ما تحددناش، لكن لسه في مفاوضات كبيره من كابتن حازم مع شيكابالا الفتره الجايه، والولد الجميل فيه ان هو عايز يتعاقد، والولد مقدم رغبه انه عايز يكمل عقده وحطها عندنا في نادي الزمالك، واحنا كلنا بنحب شيكابالا وعايزينه يبقى اضافه، حتى لو جاله عقد مش هنمانع، ولكن يبقى عن طريق نادي الزمالك، يبقى مجدد نادي الزمالك ابن نادي الزمالك. تناولت بعض الاعلام ان الكابتن ابراهيم يوسف يريد الاشراف على فريق الكوره، الكلام ده ماذا صحيح؟ احنا لن ننكر ابدا ان كابتن حازم ابراهيم يوسف ممثلين كره القدم في مجلس الاداره، صحيح ان احنا بنحب فريق كره القدم، بنحب الجماهير نادي الزمالك، وبنحب نقف مع الفرقه، ولكن برضو نظرتنا ليها هي نظره جماهيريه ونظره مسؤولين، مش بنظره بالخبره زي حازم امام وابراهيم يوسف كناس لعبوا كره قدم وليهم بطولات وليهم خبره في نادي الزمالك. دايما بنكلف كابتن ابراهيم والكابتن حازم بكل تفاصيل، حتى احنا مكلفينهم كلجنه تعاقدات ان هم يبقوا دايما موجودين في كل تعاقد، عشان وجود كابتن حازم وكابتن ابراهيم في اي تعاقد مع لعيب هيفرق معانا احنا كنادي زمان. انما ابدا كابتن ابراهيم يوسف بالعكس دايما بيبدي راي الزملاء على نفسه بالعكس، لكن احنا دايما اللي بنكلفه بالامور دي. مركزين ان شاء الله في الماتشات الجايه بامر الله، بدايه من ماتش الجونه، يعني اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، و يعني في تركيز من اللعيبه انها تعمل حاجه ان شاء الله، فربنا يكرم، نقدر نسعد ان شاء الله جمهور الفتره اللي جايه دي بامر الله. شايف ان مباراه انبي دي حاجه عارضه، وان الفتره اللي جايه نادي الزمالك هيبتدي فعلا يحقق طموح جماهيره ويحقق بطوله ان شاء الله؟ يعني هو عشان بس تبقى للعلم مش هتعمل ماتش سهل السنه دي، ماتشات كلها صعبه، فرق المستوى بقت شبه متقاربه، كمستوى فني لعيبه كلها مستوى فني، في انديه عندها خبرات، في لعيبه عندها شباب، فهتلاقي الفروق في حاجات بسيطه، في ناس بتنافس في الملعب بشكل كويس، يعني مش هتلاقي ماتش، يعني مش هتلاقي ماتش سهل، الماتشات كلها على ما اعتقد من وجهه نظري هتلاقي ماتشات صعبه، يعني ما طبعا زي ما انت قلت ان شاء الله الماتش ده ان شاء الله بامر الله نحاول نركز في اللي جاي ونعوض بامر الله الخمسه بونت اللي فاتونا دول.